تاني حاجة هنستعرضها مع بعض الشيرينج باتون. تعال نشوف مع بعض برضو الخاصية ديت ممكن نضيفها ازاي. هاجي مثلا على البوست دوت وادخل عليه هنا كده، هقفل دوت واجي هنا من الجيت باك في المشاركة، اهو بيقول لك شارك محتواك مع وسائل التواصل الاجتماعي الى جانب الوصول الى جمهور جديد وزيادة المشتركين. اهو اربط موقعك على الويب بشبكات التواصل الاجتماعي، تمام، مشاركة مقالاتك تلقائيا مع التواصل الاجتماعي، ولا اضافة ازرار المشاركة لكي يتمكن الزائرون من مشاركة مقالاتك، تمام. انا هنا هعلم بس كده علامة بسيطة جدا ان انا هفعل الخاصية ديت، وبمجرد ما فعلتها ممكن هنا برضو عندما تمام اضافة زر الاعجاب الى مقالاتك وصفحاتك ممكن برضو نفعلها. وتعالوا نشوف مع بعض بعد التفعيل ايه اللي حصل. مثلا نشوف هنا، نعمل بس نضغط على اللوجو هنا في البداية عشان نستعرض الموقع من الاول. هدخل بقى مثلا على البوست دوت، نستعرض بقى البوست كده، تمام، الصور والتكست. اهو بيقول لك هنا شارك الموضوع على تويتر وفيسبوك، ولو انت اعجبت بالموضوع دوت ممكن تضغط هنا لايك، او لو ضغطت مثلا على الفيسبوك اهو هيدخلك على الفيسبوك وتقدر تعمل نشر للموضوع بتاعك. ودي حاجة مهمة جدا ان الناس ممكن تشارك الموضوع بتاعك مع ناس كتير على السوشيال ميديا، حاجة مهمة جدا، وان انت ممكن تعجب بالموضوع. وطبعا هنا ممكن تحط التعليق وترسل التعليق، وطبعا انت بقى كأدمن ممكن تختار التعليق دوت كويس او سبام. وبرضو نفس الحكاية الجيت باك بيساعدك ان هو يعمل فلتر للسبام كومنت.